مساء الخيرات. اليوم حبايبي على الولايات المتحدة الأمريكية أوكلاهوما في العام الحالي 2023. تخيلوا إنه بنت في غرفة نومها منزل عائلتها تتعرض للاعتداء والقتل بدون ما أي حد من أفراد العائلة ينتبه. هاي التفاصيل المثيرة والمؤلمة بعد الفاصل. خلاله حبايبي اللايك الاشتراك في القناة مساعدتي في نشر رابطها. نسمع. راح أبدأ معكم بتاريخ 22 أبريل من العام 2023. مكالمة مخيفة جدا من مور أوكلاهوما بتوصل على 999، بتوصل دورية من رجال الشرطة على منزل عائلة دبلز، وللأسف الشديد بيتم العثور على جثة هاي الفتاة الجميلة الموجودة أمامنا واللي عمرها 18 عام، مادلين بيلز، مقتولة في غرفتها بعد ما تم الاعتداء عليها. هاي الجريمة المؤلمة بتصير بالرغم من إنه والدها والدتها أخوانها اللي أكبر منها بيعيشوا في نفس المنزل. هلا ليش هم ما سمعوا؟ لأنه هي بتعيش في غرفة منفصلة تابعة للبيت. بتعرفوا في المنازل اللي فيها بركة سباحة بالعادة بيكون غرفة بيستخدموها للغيار للشاور، هي كانت تعيش في هاي الغرفة. هلأ كاميرات المراقبة بتلتقط أحد الأشخاص زي ما انتوا شايفين أمامنا وهو بيتسلق السور. هالشخص اللي أمامنا بيتسلق سياج المنزل في ساعات الصباح الأولى. هل السؤال المطروح، هل هو المسؤول عن هاي الجريمة؟ هل هو بيعرف الضحية ولا هو هجوم عشوائي؟ ونترك هالموضوع وأعرفكم عليها لمادلين ماري بيلز واللي بنادوها الناس اللي بيحبوها مادي بي. هي مواليد 16 سبتمبر من العام 2004، والدها روبرت، والدتها ستيفاني بيلز. هي ولدت في أوكلاهوما سيتي، بيحكوا عنها وهي طفلة، كانت طفلة رائعة جميلة طيوبة، من هدول اللي تشع السعادة من عيونهم لما تشوفوهم. هدول الأطفال المميزين اللي الذكاء فعلا واضح في عيونهم. وفي مرحلة الطفولة المراهقة بيكون عندها حب غير عادي للحيوانات. هي بتحب قطها اللي أمامنا واللي هو زيوس. أيضا في كلاب العائلة الاثنين جيرمان شيبرد اللي هم برنس وإيكو، هي كانت جدا تحب هاي الحيوانات. هلا ليش أنا بحكي هاي التفاصيل؟ لأنه هي مهمة في الحديث عن شخصية الضحية. يمكن من أجمل الأشياء في شخصيتها لمادي إنه هي كانت تحب تمضي أوقات جميلة مع أفراد العائلة، مع الأصدقاء، علاقتها مع والدها، والدتها، إخوانها الاثنين اللي أكبر منها كانت رائعة. ويمكن من أجمل صفاتها لمادي إنه هي كانت تحب العطاء. هي تعلمت هالشيء من والدها والدتها، من النوعية اللي بيقدم الهدايا في جميع المناسبات. مادي كان عندها شغف بكرة السلة، بتكون ضمن الفريق المدرسي مميزة جدا. المفروض انه هي تروح على فريق في ميامي خلال فصل الخريف، ولانه هي فتاة ذكية ومميزة كان عندها هوس بقراءة الكتب. وما أجمل قراءة الكتب. Anyway، المفروض أنه هي تتخرج خلال الصيف من مور هاي سكول بمعدل 4 تراكمي. تخيلوا، يعني الماكسيمم. لكن للأسف مادي الجميلة زيها زي أي فتاة أمريكية بتبدأ تواعد الشباب. بتلتقي بشاب عمره 19 عام كان اسمه تشيس كوك، بتتواصل معه لفترة، بعد هيك بتنهي العلاقة. وما في معلومات أكيدة عن سبب يعني انفصالها عنه لتشيس، إلا أنه مبدئيا في حديث عن أنه هو كان يعنفها، يؤذيها،
يتحكم فيها. خلال الفترة اللي صارت فيها الجريمة، هي بتعيش في هاي الغرفة الموجودة أمامنا. مبدئيا هي تابعة لغرفة السباحة، إلا إنه هي بتعملها غرفة إلها مع حمام بتبدأ تعيش فيها. هلا لما تبتعد عنه لتشيس، بتبدأ تخبر أصدقائها بأنه هي خايفة منه، بأنه هي بتفكر أنه ترجع تعيش داخل المنزل، لأنه ممكن يجي عليها على هاي الغرفة يأذيها. هاي المعلومات اللي بدأت تحكي فيها لأصدقائها دليل على أنه هو فعلا بفترة من الفترات يمكن كان يهددها يأذيها، لهيك هي خايفة. بنوصل ل 22 ابريل من العام 2023. زي ما انتو شايفين امامنا، احد الاشخاص يتسلق السياج الى ملكية او منزل العائلة. هاي الصور من كاميرا مراقبة خاصة بالجيران، بتم التقاطها الساعة 4:38 صباحا. هو بعد ما ينزل عن السياج بيكون في الساحة الخلفية للمنزل، قريب جدا على غرفة السباحة أو غرفة مادي. هالشاب بمضي 90 ثانية فقط في الداخل، بيرجع بيغادر من نفس المكان يتسلق السياج. أيضا كاميرات المراقبة بتلتقط هاي السيارة اللي ماشية أمامنا الساعة 6:34 صباحا. بعد هيك مرة أخرى بيشوفوا أحد الأشخاص وهو يتسلق السياج. هاي المرة هو بيدخل على البيت الساعة 6:42، وعلى الأغلب هو توجه نحو غرفة مادي. هلا الساعة 7:17 صباحا، بنرجع مرة أخرى لهالشاب وهو يتسلق السياج يغادر المنزل. وبعد عدة ساعات، وللأسف الشديد، أفراد العائلة بيكتشفوا جثة بنتهم الجميلة مادي داخل غرفة نومها. مباشرة بيتواصلوا مع 999. وهيك بنرجع لبداية قصتنا. لما يجوا رجال الشرطة، مبدئيا واضح انه تم الاعتداء عليها. بيبدوا عاد يسألوا افراد العائلة، الاصدقاء، الجيران، يجمعوا المعلومات. وزي ما انتو عارفين، مبدئيا المشتبه فيه الاول هو صديق السابق تشيس. هل هم عندهم اسباب انه يكون هو المشتبه فيه؟ هو خلال الفترة الماضية بيكون خبر بعض الأصدقاء بأنه هو سجل في الجيش الأمريكي، بأنه هو موجود في كاليفورنيا من أجل التدريبات. طبعا هاي حجة غياب قوية جدا بيبدو رجال الشرطة يبحثوا فيها. هم بيعرفوا من خلال سجلات الشرطة أنه حجة غيابه غير صحيحة، لأنه هو قبل ليلة واحدة على مقتلها لمادي بيتم إيقاف سيارته من قبل دوريات رجال الشرطة في مكان لا يبعد عن منزلها لمادي، مجرد أميال بسيطة. هو بيدعي انه موجود في كاليفورنيا، الا انه بيتم التأكد انه هو موجود في اوكلاهوما سيتي في النهاية. يوم الثلاثاء بتاريخ 25 ابريل بيتم ايقافه، بياخذوه على مركز شرطة مور حتى يبدوا يسألوه الاسئلة. هو بيدعي انه راح على جالفستن تكساس بتاريخ 16 ابريل من اجل بدء التدريبات. المفروض انه هو يكون في البحرية الامريكية. بيكمل انه هو رجع على اوكلاهوما بتاريخ 23 ابريل، واللي هو يوم واحد بعد مقتلها لمادي. الان هم بيواجهوه بمعلومة انه هو بيكذب، انه هو كان موجود بالقرب من منزل مادي قبل ليلة واحدة على وفاتها. على طول هو بيرفض انه يكمل المقابلة، بيطالب بمحامي. مباشرة بياخدوا مذكرة بيتحفظوا على سيارته، بيبدوا يفتشوها. بيتم العثور على هاتفه الخاص، مجموعة من الملابس وفيها عدد جيد من الأدلة.
بياخذوا منه عينة دي ان ايه، بيتركوه طبعا لانه هم ما عندهم مذكرة باعتقاله. الان الادلة اللي تم العثور عليها جهاز الهاتف من خلال سجلات المعلومات تؤكد انه هو كان موجود في مسرح الجريمة في الفترة اللي كاميرات المراقبة التقطت فيها احد الاشخاص وهو يتسلق السياج. ويمكن من أسوأ الأشياء يا جماعة والأدلة إنه هو مصور فيديو للحظات اللي بيعتدي فيها على ماندي، هي واضح إنه فاقدة للوعي، يبدو إنه هو ضربها أفقدها الوعي. بعد هيك وضع الهاتف اللي يخصه على طاولة اللي بجانب السرير بدأ يصور اعتداءه عليها. شوفوا كمية البشاعة. الآن هم أخذوا منه عينة دي ان ايه، بيطابقوها مع العينات اللي أخذوها. بتعرفوا في حالات زي هيك بياخذوا مسحة من المهبل، في النهاية بيطابقوها مع عينة تشيس، هي مطابقة تماما. أيضا من ضمن الأدلة اللي بياخذوها من جهاز الهاتف هو تاريخ البحث قبل مقتلها بعدة أيام، يبحث في عدة أمور. خليكم معاي نشوف عن شو كان يبحث تشيس. بتاريخ 22 أبريل الساعة 7:21 صباحا هو يبحث عن موضوع كم من الوقت تحتاج أي سيدة بتم الاعتداء عليها حتى تقدم شكوى. أما بتاريخ 22 أبريل الساعة 12:53 مساء هو يبحث في موضوع إنه شو بصير إذا خنقنا شخص لفترة طويلة، شو بصير يعني يا تشيس؟ ما بعرف. بتاريخ 18 أبريل هو يبحث عن مادة الكلوروفورم، إنه كم من الوقت تحتاج هاي المادة حتى في النهاية يفقد أي شخص الوعي. وهيك هم عندهم عدد جيد من الأدلة. بتاريخ 1 مايو من العام 2023 بيتم اعتقاله. هو بيتم تعقبه، بيكون موجود في شيكاغو في واحد من المخيمات التدريبية، لأنه فعلا هو مسجل للجيش الأمريكي. بيتم اعتقاله بيرجعوه على أوكلاهوما. هم في البداية بالمناسبة بيحتجزوه في كليفلاند، بوجهوا له تهمة تتعلق باغتصابها لمادي، ما وجهوا له تهمة تتعلق بجريمة القتل. هلا بعد ما يوصل تقرير الطبيب الشرعي أخيرا بيتم اتهامه بجريمة القتل. مبدئيا تقرير الطبيب الشرعي بيحكي إنه هي توفت عن طريق إنه هو خنقها. المدعي العام خلال جلسات الاستماع المبدئية بيعرض أمام القاضي الفيديو وهو يتسلق السياج. تعرفوا المعلومات اللي أخذوها من سجل الهاتف، الفيديو اللي صوره وهو يعتدي عليها، في النهاية هو يتحدث عنها الشاب بأنه هو خطر على جميع الفتيات في المجتمع. القاضي بأيده بهالشيء، يضع عليه لتشيس كفالة بقيمة 5 مليون دولار. المدعي العام متعاطف جدا مع هاي البنت المميزة الذكية اللي المفروض هي خريجة. في النهاية يتحدث لوسائل الإعلام بأنه هم راح ياخدوا حقها لهاي البنت مادي. صحيح انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، الا انه جميع الادله اللي تحدثنا عنها سابقا صعب انه اي محامي يحاول يفندها. افراد العائله بيعملوا البيان التالي اللي بيحكوا فيه انه هم طبعا قلوبهم مكسوره لفقدان بنتهم الجميله واختهم واللي هي مادي بيلز. بيحكوا في بيانهم إنه ما لازم أي عائلة تتحمل هاي المأساة وهالألم اللي هم تحملوه. بيشكروا الجميع على كمية الحب، التعاطف، المشاعر اللي تلقوها من أفراد المجتمع. هم بيحكوا في بيانهم إنه هاي المشاعر، العواطف اللي هم أخذوها من المجتمع، انعكاس للحب، الشيء الجيد، الطاقة الإيجابية اللي كانت عندها لمادي.
هم في النهاية بدهم الجميع يتذكر هاي البنت للأشياء الجميلة اللي كانت تقدمها للمجتمع. يمكن من أجمل الأشياء اللي بيعملوها إنه هم بيعملوا منحة باسم بنتهم لأي طالب أو طالبة من الطلاب المميزين. وهيك وللأسف الشديد تنتهي حياة فتاة جميلة، يمكن بعدها ما ابتدت الحياة الفعلية على يد شخص مليء بالحقد الكراهية. الصراحة شيء مؤلم للغاية. احنا في انتظار المحاكمات اللي مبدئيا واضح انه هي ضده لتشيس. إلى اللقاء في فيديو قادم.